مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. فيديو اليوم هو انه انا ونسيم رح نطلع نتمشى في قرية جزر، رح نروح على مناطق حلوة يعني حدائق هيك شيء. هذا المكان بنجي عليه دائما احنا وقت يعني يكون في جو شمس. طبعا وصلنا للحديقة اليوم، والحديقة اسمها الفرنسي بارك.
هذا هون الملعب ملعب كرة القدم يعني عند نسيم نادي الشباب طبعا نسيم طبعا نسيم تبع الشباب وانا تبع الشباب هون مكان تغيير ملابس اللاعبين هيك مكان بسيط للجمهور تصحيحا لكلامه هون ما مكان هون ما مكان تبع هون هون حلو هذا كافيه او قهوه او شيء بيجي يشرب بعد المباراه او شيء واللي هون في لفه هون معي تغيير الملابس نعم تمام هون كثير على يده في بقى مين واحد للفريق خصم واحد للفريق الاساسي بعد المدينه يعني أصبح ممتاز مديني هاي قريب شنو هكون؟ نمشي هوني بالملعب ما ماشي ملعب بدنا نظل فيني نشوف الجول كيف حال الشيء بتعذب الحمد لله ما نحن هون دول جول دول جول اثنين نتدرب عليهم نحن يتحركوا يعني بيجينا نسيره المكان اللي بدنا اياه ونلعب نشوف عليه وقت يكون في مباراه نلعب على القوال الكبار هدول نسيهم وهدول مدرجات ما بيجي الكتر الشقه حاله بيجي ثاني خلص كتابه يعني هون ما في طابات هلا اي شخص بيجي بيخلع الباب بيلاقي الطابه جوا هون ما حدا بيطلع الباب هون مدرجات أو هوني يعني بس طبعا هوني يعني بس سينا ما فكر حالك طبعا هون اخر فتره لعبنا هون لانه هون صار في كثير طيم لانه ما شلت الدنيا ومطرت تدريبات فلعبنا هون تدريبات يا ريت كان في معنا طابق كنا لعبنا شوي ما لا ما عنده طابق ثاني شكل طابق شكرا كتير لكم اصدقائي على المشاهده ولا تنسوا لايك شير سبسكرايب و سلام.